الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد حمد الله عز وجل وشكره، نشكر الإخوة القائمين على أمر هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل المبارك في موازين حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم اشتمل على أمور عظيمة، حتى قال معاذ رضي الله عنه في آخر الحديث: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحديث يا أخواننا فوق توزيع الحقوق، توزيع الحقوق، وألا تخلط هذه الحقوق. الجار عنده حق، والأب عنده حق، وغيره عنده حق. تليلة لو فاتح لك دكان، وجاك بتاع الإيجار وجاك بتاع المحلية، قمت شلت الإيجار اديته لبتاع المحلية، وقلت لبتاع الإيجار امشي اتفاهم مع الزول داك، بيخليك بيقلع من البضاعة بتاعتك، صح؟ وشكله بتدور وبلاغات، والعكاز بيدور ده في بامية ولا في 2 جنيه ولا في صندوق بتاع بسكويت. فكيف بحق الخالق الباري تبارك وتعالى، وهو الذي من أجله خلقنا. ربنا ما خلقنا عشان نلعب ولا عشان نطرب ولا عشان ناكل ونشرب ولا عشان نقرأ ونبني عمارات وبيوت وهكذا، دي ما الغاية. عشان كده ربنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. العبث ينزه عنه الخالق العظيم الحكيم، وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني بس تمشي الدنيا دي زي ما بقولوا الجماعة لعب، وآخركم تراب. لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى، تنزه، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عشان كده ربنا خلقنا لأمر عجيب وأمر واحد وأمر عظيم، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ده الموضوع اللي ربنا خلقنا من أجله، وده الأصل بتاع فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. والفضائل اللي ذكروها الإخوة الدعاة جزاهم الله خيرا في فضل من حقق التوحيد، ده للزول العبد الله عبادة صحيحة وما أشرك بالله شيئا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو. أنت داير تلعب، داير تغشنا نحن زي ما بيعمل الطالع في الجامعة البيجاية ده كده، أصبر له شوية، فهمت؟ أنت داير تلعب ولا داير تصل لله عديل؟ أنا بكلمك ما عندي لف ودوران وانبسغت ثم تمحورت وإننا وكده، ما عندي لك كلام بتاع السياسيين والجرايد ده، فهمت؟ عندي لك آيات وأحاديث، وأي زول الآيات والأحاديث ما تنفع معاه، ده يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام بيشكوه، كما جاء في سورة الفرقان. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريت باريت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان ده اسم للزول الورط، قال: لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ربنا بحذرك. وقال الرسول: يا ربي
إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكاية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أمته عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ عشان ما تجي بعدين يوم القيامة تقول والله طبعا نحن كنا الطريقة السمانية، وأبونا الشيخ في الدنيا كان طلع كراعه عشان كده نحن مشينا معاه، أو تقول نحن السادة التجانية، أو نحن السادة الختمية، أو نحن الحزب الشيوعي أو اتحادي أو غيره، ده كله في الدين ماف. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب علينا كلنا إنه نتبع أمرين: الأمر الأول نعبد الله براه، الأمر الثاني أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال: فمن كان يرجو الدائر ينجو يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه يسوي شنو؟ ربنا قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك دي معناتها شنو؟ العلماء قالوا الشرك في اللغة مأخوذ من الضم والنصيب والحظ. نحن ثلاثة أنفار، الأسعار غلت ما بنقدر نفتح لنا مثلا محل بتاع موبايلات، ده يقول أنا علي الإيجار بتاع المحل، ده يقول أنا بجيب البضاعة، ده يقول أنا بشتغل لكم بعرف السوق، ده اللي بيقول شنو؟ شركة. أي زول ضم شنو؟ ماله لبعض لغاية ما كونوها، وبعدين نهاية السنة لما يجردوها أي زول بيصل له نصيب وجزء، ده اسمه شنو؟ شراكة. عرفته؟ ربنا سبحانه وتعالى العبادة والشرك في العبادة لا يرضى. ليه؟ لأنه أنت كمخلوق تحتاج تاجر، تحتاج في الزراعة زول يشتغل لك، بتحتاج زول النظافة والكذب، تحتاج الحصاد والقطع إلى آخر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يا ربي بيحتاج ليه وزير؟ أسألكم يا ناس يا مسلمين، ربنا بيحتاج ليه معين؟ ربنا سبحانه وتعالى كان عنده زول استشاري ما بيشتغل ما بيعمل مع ربنا سبحانه وتعالى، لكن كان ربنا يشاوره في ما في. طيب وقت نقول للناس اعبدوا الله براو لانه ربنا خلق الكون، الناس بتزعل ليه؟ والناس مسويه طرق ليه؟ بالراحه كده من غير تكوري، لانه في ناس كلامنا ده حار بالنسبه لهم، يقول لك يتكلم في ابويا الشيخ، يا اخ تعال نفترض ابوك الشيخ ده جوا الجنه الان، البرعي ولا المكاشفي ولا صايم ديما، نفترض معاك انه جوا الجنه صالح ما غلطناك، مع انه الموضوع ده ما بالطريقه دي، لكن نفترض معاك انه جوا الجنه، هل هو بيستحق العباده؟ يعني لو ربنا ما اداك ولد، ربنا تمشي له وبراو ولا تمشي له الله وتمشي للشيخ؟ ده موضوعنا معاك، مش موضوعنا معاك في انه صالح ولا ما صالح. والشرك ده اول حاجه بيبطل جميع الاعمال. ربنا قال لافضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن اي ليبطلن وليفسدن وليذهبن اجر عملك. عمل الرسول شنو؟ جهاد، صيام، قيام، اطعام، صبر على الاذى، دعوه الى الله، اعمال كثيره. والعمل الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم لو جمعوا عمل الامه كلها ما بساوي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ طيب ربنا قال لو الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، لو الرسول اشرك بالله ربنا بيبطل اعماله. انا وانت كيف؟ مش الواجب علينا نحذر من الموضوع ده؟ الموضوع ده خطير جدا. لكن في ناس ما دارين انك تسمع الحق، يقول لك نحن الساده المكاشفيه كيف تتكلم في شيخ؟ هو موضوع ما في شيخ، هو موضوع ما دايرك تعرف التوحيد. والتوحيد يا اخوانا العلماء قالوا ثلاثه اقسام. القسم الاول توحيد الربوبيه، معناته شنو؟ معناه الله خلقنا والله رزقنا والله بيحيينا والله بيميتنا والله بيتصرف فينا والله بيملك لنا الولد وربنا بيدينا المدد وربنا بنزل المطر من السماء. ده النوع الاول. ربنا قال الحمد لله رب العالمين. اسي في المدرسه مش بيسالوا الطالب يقول له رب الاسره منو؟ مش ها؟ فرب العالمين هو من؟ هو الله. رب الاسره المسؤول منا واللي بيصرف عليها وكذا والبرجع له في المواضيع دي كلها.
ربنا سبحانه وتعالى هو المالك الكون وسيد الكون والمتصرف في الكون كله سبحانه وتعالى. والموضوع ده يا أخواننا ما كان ده موضوع دعوة الرسل، ولا كان دي المشكلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ناس أبو جهل. أسي كده خش السوق ده قول لهم يا ناس كده تعالوا، أبو جهل ماله؟ قول لك أبو جهل ابن الكلب عليه لعنة الله، صاحب ابن لزينة. طيب مشكلته شنو؟ قول لك ما كافر أبو جهل ده، كفر كيف؟ ماله؟ دق زول شيك طاير؟ ها؟ أكلعته زول؟ مشكلته شنو؟ أبو جهل مشكلته إنه في لما يكون في الشدائد، لما يكون مضطر، المرأة في الولادة ولا والجيب فاضي ولا ركب البحر، فهمت؟ لما يكون في الشدة ما بنادي إلا الله. لو سألت أبو جهل، أبو جهل خلقك منه؟ يقول لك خلقني الله. الرزقك منه؟ يقول لك رزقني الله. المطر بجيبه منه؟ بجيبه الله. الولد بديه منه؟ بديه الله. زي ما قال القرآن، ربنا قال ولئن سألتهم، ديل منه؟ المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن منه الله. الله بيقولوا الله الخلق الحاجات دي. طيب مشكلتكم شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشكلة بتاعتهم يا أخواننا قالوا نحن عندنا معاصي وعندنا ذنوب، والأولياء ديل قريبين من ربنا ونحن بلاوينا كثيرة، فعشان كده نحن بنمشي للأولياء، عارفين انهم لا بيخلقوا لا بيرزقوا لا بيتصرف ولا أي حاجة، لكن بس لأنه هو صالح دايرين انه يقربنا لربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ده الشرك ذاته. ربنا قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فربنا سبحانه وتعالى داير تدعو، داير تدعو الله، تدعو الله طوال، داير تسأل الله. ربنا قال لما جاء الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه، المناجاة الكلام السر، أم بعيد فنناديه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاوب لغاية ما نزل الجواب من رب العزة. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. شوف الظن القوي ده كيف، ديل الصحابة كان عقيدتهم نظيفة جوا ما في فقراء. يا خليك من عمر بن الخطاب نملة، ابن كثير قال لك نملة دي في الوطن دي في زمن سليمان عليه السلام، اسمع القصة دي عشان تتعجب، نملة تكون أحسن من زول شنبه زي الدجر ده، عامل لك فوق الود تخين وعريض ما فاهم أي حاجة، نملة أفهم منك. أمشي أرجع تفسير ابن كثير، نملة سليمان عليه السلام المطر فترة ما نزل، قام قال يا ناس أرح نمرق نصلي صلاة الاستسقاء. سليمان عليه السلام قال علمنا شنو منطق الطير، فقام ماشي في الشارع لقى نملة خط ظهرها في الواطأ رافعة يدينا فوق للسماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا سقياك. فقال سليمان ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. شوف الكلام ده كيف، أسي تمشي تنادي في الشكينيبة، نملة تكون أفهم منك، تمشي للزريبة للبرعي، تمشي ل ود بدر ود المرين أب سقرة غيرهم، ديل عباد زيك، عباد زيك. ربنا سبحانه وتعالى أمرك تصرف العبادات دي لله. العبادات دي شوف انت لا دار تمشي، انا اكلمك النصيحة. ربنا قال ان الله
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ربنا ما بيغفره. أسي في امتحانات الشهادة ناس ثالثة مش بيقول لك الزول ده قادي مادة أساسية تمشي تنزل رقم الجلوس بعد النتيجة، تنزل رقم الجلوس يقول لك ما في نتيجة، يعني أنا امتحنت وده رقم جلوس، يقول لك أنت قادي مادة أساسية. شفت الشرك ده؟ ده الأساس ذاته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله أول الأركان وأعظم الأركان، ولا يقبل الله عبادة بدونه، هو التوحيد، العقيدة الصحيحة في ربنا سبحانه وتعالى. لا تدعو إلا الله. ليه ما أدعو إلا الله؟ لأمور كثيرة. نمرة واحد، لأنه الأرزاق والأولاد والعافية والشفاء والمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد عن منه؟ ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما ممكن يا أخواننا زول فقران زي قلتنا إن إحنا قاعدين في السوق طالبين ربنا سبحانه وتعالى وما الدين يدينا للناس الما عنده ده، أقول له عليك الله أسمع بالله يا اشتري لي أتوس، وزي أنا كده يقول لك يا زول أنا ما عندي، تجنيت ولا شنو؟ فإنت بتسأل العنده، العنده منو؟ العنده الله. ربنا قال لك العباد ما عندهم حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني من دون الله. طيب الرسل الله ولا دون الله؟ دون الله. الصالحين دون الله، الصحابة دون الله، نحن كيف؟ دون الله. مش المكاشف والبرعي دون الله، كلهم دون الله، كلنا دون الله. ربنا قال ما يملكون، ما عندهم يعني، من قطمير. القطمير العلماء قالوا القشرة البيضاء على نواة البلح، لما تاكل البلحة في جن البلحة في قشرة بيضاء مش؟ ربنا قال لك اللي بتقول لي يا ابو يا شيخ القشرة دي ما عنده. يا اخوان القرآن ده خلى للناس حاجة؟ ها؟ عشان ما تجي يوم القيامة تقول ها أو تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن عبادتهم لغافلين. والله تتورط. بعدين الفقراء اللي بتناديهم ديل ما قالوا الحقونا، قالوا بيلحقوك. الختمية قالوا الختمية سفينة نوح، الحق نفسك قبل تروح. والبرعي قال للناس ابقوا سمانية، والتجاني قالوا ابقوا تجانية. أها بعدين بورطوك يوم القيامة يوم الحد، والله ورطوك ورطة. ناس السوق هنا لما يكون الموبايل ما نافع بيسموه شنو؟ يشتري لك موبايل ما نافع، بس دي ذاتها والله. فهمت؟ تتورط ورطة لما انت تعرف حاجة ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال أنا وبكلمك بالقرآن، لا في حجو حجو، هنا في مدايح، الحجو حجو، أنا لي في زيارته هو، القمري تعجعجو، يا رسول الله شو؟ يقول لك صلى على الحبيب. طب صلى على القمري ولا على حجو ولا على جنوه؟ يقول لك سار الليل القرض قرش، لا لوب وفرش، اسمه الحبوب، اسمه الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. يقول لك صلى على الحبيب، يا زول أنت بتصلي على الكيلوات ما على الحبيب. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما أغبش، أغبش غبش نحن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أغبش. فبورطوك. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا. أنت افتح المصحف بس، في ناس بغالته ساكت قايلين الشغلة ها زي الشغلة بتاعت الكورة. أنت في الدنيا دي غالط ما في مشكلة، لكن ما تغالط في الدين من غير علم. ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، شوف الآيات دي واضحة واضحة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وينو الفكي بتاعك القتة بندهك زولك وينو؟ ربنا قال ثم لم تكن فتنتهم، يعني ما عندهم حجة، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيجوا يحلفوا بالله في الدنيا. كيف في الدنيا؟ هنا لما يعمل مصيبة ويوضوا للقاضي يقول له يا زول احلف انك ما عملتها، يقول لك يا زول كتاب الحكومة ده دقه ساكت، اللي راقد ده دقه ما بيجيك حاجة. ها صح ولا ما صح؟ النادي يا زول يقول لك دق ساكت احلف ساي، وده يدل على عدم تعظيم الباري تبارك وتعالى. لكن تقول له احنا نحلفك في البنية في ابو حراسنا، يقول لك هوي والله البتاعة دي انا شلتها وقاعدة بغادي في الخور البغادي ذاك. ها
شوف هنا في الدنيا بيحلف بغير الله وحات النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تحلف به، ما تحلف بأولادك وحات أولادي وحات الكسرة والملاح وحات القعدة دي. شوف الناس دي فهمت مع شيء يحلف بالبمبر ذاته كويس. ما تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. شوف الزال ده في الدنيا كان بيحلف بغير الله، لكن لما تجي الآخرة هناك ربنا سبحانه وتعالى قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لأنه شيء يغش الناس في الدنيا. آداب قال يا ليل ليلك جكل، القصائد غشوا بها الناس، ناس تلقاهم يرقصوا ساي ما فاهمين حاجة. يا ليل ليلك جكل ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكل دربهم زلقيبهم مطين، يعني بتنزلك. قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش تنظم. كلام ده بقوله في الإذاعة، ما تقول لي نبسه، معناه نبز روحه في الإذاعة. أبوك الشيخ نبز روحه في الإذاعة، ما قال الكلام ده في الإذاعة وقال اسمعوها. أنت مالك زعلان؟ ما تزعل أصلا. قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش تنظم. أنت قال ده دارين يحرروا الجنوب يعني؟ لا لا، ديل قال بيخشوا الجنة. وقال بتعرف الشيخ؟ الشيخ قال يوم القيامة الناس ما كتار نعرفك كيف؟ قال تعرفوني بصوت نوبتي. والكلام ده يا اخواننا مطبوع في كتب. تمشي للطرق دي طريقة بتلقى عندها الكتب دي كويس. قال لي ابن عارفك بصوت النوبة. قال بتعرفوني بصوت النوبة. طيب يا الفكي، النوبة دي مكونة من جلد صح؟ والجلد بتاع بهيمة. يوم القيامة البهيمة تجي ماشية ساي؟ تجي ماشية بدون جلد ولا تجي لابسة سيوتر يا شيخ؟ ما بتجي لابسة جلد ده. وكذب ساكت كلام فارغ. ربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا شنو؟ إلا همسة، ما في كلام. ربنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. ليه الملائكة تجي تقول لا أبوك الشيخ اتكلم؟ إلا من أذن له الرحمن وقال شنو؟ صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. عشان ترجع وتتوب. فإنت تناديه دغش الناس. قال تنادوني، قال بنقطع الناس الصراط ندخلهم الجنة. غشوا الناس كثير من الناس. الجيلي بتاع طابت ده قال للناس، قال السمانية ديل أهل 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 شنو؟ قال أهل طيبتنا ولا حاجة زي دي. قال الصاقد بنمرره هذول. ها الصاقد بتمرره يا ناس؟ ما تلعب علينا. معلش في الدنيا هنا انا لو داري شغلوني في الكهرباء ولا كده، عندي عمي شغال ولا واتخالتي، صح الشغله بكون فيها لعب ولا ما فيها؟ شغله بكون فيها حاجات بيتحب. لكن يوم القيامه فيها لعب؟ يوم القيامه فيها لعب؟ ما فيها لعب. ربنا سبحانه وتعالى قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عشان كده الطرق ديل ضللوا ناس كتار. وبعدين بورطوك يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يفر المرء من اخيه. الشيخ يمسكك ويرد وخش طريقتنا، وطريقتنا دي بتدخلك الجنه. واي طريقه بتقول كده انت ما فكرت يوم من الايام الطرق دي كثيره كده ليه؟ سمانيه طابه، سمانيه ود البشير، سمانيه برعي، سمانيه كريده، ما عارف سمانيه وين، بتعب كريعات بيجاي. ثاني تلقى قادريه، بادراب، جعلي، كدباس، فهمت؟ مكاشفيه، بيجاي، تلقاهم تجانيه تربيه وتجانيه ما تربيه وختميه وكلام كثير. يا ناس حقة الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه وان هذا صراطي واحد بس مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الببار الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة طوالي، البيمشي يلف يمين وشمال بتمشي معه، مش بيقول لك الزول ده شاقق بتشاقق وراه. ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ربنا قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أذكار يا أخ ما عندها دليل، نوبات وموالد
فهمت؟ ورقيص. هل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كده يتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله كده وكشاكيش وصعب الدين على الناس؟ ولذلك الواجب على الانسان انه عقيدته دي تكون في ربنا، كما قال ابراهيم عليه السلام قال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين. اللي بياكلنا ربنا. خلي العقيده دي في قلبك. اول حاجه دنيتك ذاتها بتستقيم. لو بتعمل حرام بتخاف من ربنا وتمش حلال. ليه؟ لانه انت عارف في قلبك انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله، ما على الحجاب ولا على الصوره الخاتيه في الدكان او في الحافله ملصقه او في الركشه او في التوك توك عشان تجيب لك الرزق او تلقى ناس مساكين. واحد والله مره سواق، واحد بيعرف السواقين ديل، قال لي الجماعه ديل بيقول لك الرزق ابنص. يا ناس الرزق ابنص؟ الرزق ده مكتوب عليه، مكتوب لك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. خماصا معناه شنو؟ معناه بطونه دي ضامره اللي تحت من الجوع. حصل يوم لقاك والدبرك عنده جزلان، حصل لقاك عشوشه عندها صراف الي، عندها رصيد في البنك، ما حصل. طيب ده بياكلوا من وين؟ بياكلوا، ده ما سؤال منطقي، بياكلوا من وين؟ بياكلهم الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لو فر ابن ادم من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. زي ما انت عارف وموقن تماما انه اي بني ادم بيموت، كذلك ايقن تماما انه اي بني ادم رزقه بيجيه، ما تلاوز اصله. عشان ما يغشك الشيخ يكتب لك حجاب، حجاب كله تلقاه نجمه ومربع، ما عرفناه شيخ ولا شغال تحويل رصيد، فهمت؟ ويكتب لك اسماء بتاع الشياطين. انت قال لك الكلام ده زمان، احنا ما كنا كده. انا زمان كنت في الدمازين، الفقيه قام كتب لي كتاب بتاع قرايه، قال وقال لي جيب جداده حمراء، احسن جداده عندي الزمن ذاك، ما انا بليد لغايه ما من الله علي بفهم التوحيد، فهمت؟ فبعد ذاك مشيت وديت له الجداده اسمه محمد طاير في الحي الجنوبي في الروسيرس، فهمت؟ مشى ما عارفه ضبحه ولا اكله هو، ما بعرفه، ما دجال كذاب. والغريبه انه عنده بيته ذاته الكبيره عرجه، فهمت؟ هي عرجه. فبعد ما انا عرفت التوحيد قلت يا ناس انا لو كان عندي عقل، لو كان عندي عقل هو دي بيته ما صلحها، يصلحني انا كيف؟ ها؟ اسير ليله زي ازرق طيبه ده، تلقى ناس بيندهوك وحبوبتك تشاكلك، يا ولد يا ولد والشيخ ده بيتبين فيك، والليله بتنزل علينا الصاقعه والاوضه قربت تقع، يا ولد اسكت. والشيخ ذاته مش ودوه تركيا ولا المانيا يتعالج هناك، اسبانيا مش؟ ها؟ ده مشى هناك، مشى يزور ناس برشلونه ولا شنو؟ ما مشى، مشى عشان يعالجوه الشيخ ذاته، وطافي الليل وعين وسايقينه الشيخ، وفي واحد بيكون غرقان بيدعو فيه يا ازرق طيبه، يا زول ده ما شايف اللي قدامه، ده لو فكه ثاني ما بيجي راجع، تفهم الموضوع؟ ادعو الله براو. الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء يجيب جميع الدعوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. شوف ربنا ده كريم كيف. الكلام ده معناه شنو؟ أسير ليلة أمشي لبتاع دكان خمسة نفر في وقت واحد، واحد يقول لي داير عيش، واحد داير بن، واحد داير سكر، واحد داير سفنجة، واحد داير زيت في نفس الوقت، وأي واحد داير حقه هسي بيقول لكم واي عليك الله أمشي وما دايرين نبيع ذاته، صح؟ شوفوا ربنا بيدعو السودانيين، السودانيين ذاته فيهم رطانة ولا ما فيهم؟ كويس. وبيدعوا الصينيين، وبيدعوا الهنود، وبيدعوا أوزبكستان والروس والأمريكان، كلهم بيدعوا الله، مش الخلق برام، الجن بيدعوا الله، الطير بيدعوا الله. ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهمت؟ كلهم بيدعوا الله. ربنا سبحانه وتعالى كلهم بيديهم حوائجهم، حاجاتهم كلها سبحانه وتعالى بيديها لهم. ما حصل يوم من الأيام انت رفعت يدينك لله، الطالب بتاع ثالثه قال يا الله دخلني الجامعه، ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما بيدي الطالب الدائره النجاح، بيديه بتاع ادعى الله سبحانه وتعالى مثلا بشفاء. اي واحد ربنا بوصل له شنو؟
السؤال بتاعه، الله بيجيبه هو. ولذلك يا أخواننا الناس الواجب عليها ترجع لربنا، والله لو نحن رجعنا وتبنا لربنا سبحانه وتعالى ربنا يفرج عننا وينفس عننا، وربنا يرغد لنا العيش ويرغد لنا الأكل. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. دي الناس سبأ كان عندهم ثمار وأكل، بعدين الواتف طعتهم ظل. ولما الواحد يسافر السفر بيكون بين الشجر في الظل والبلد آمنة، عرفتها؟ وفي الشارع بتلقى زي ما بقولوا نقاط بتنزل فوقها وترتاح وتاكل، والسفر ذاته قريب. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية للمعتبرين جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، بدل ما يشكروا الله كفروا هذه النعمة. نحن الليلة في السودان ربنا لما ينزل المطر الناس بينسبوها لغير الله، والدعاة بتاعنا الضلال القاعدين في السودان ديل السبب بتاع الغلاء والوباء والمحن والفتن، سبب الشرك بالله. ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. أخواننا قال لي في إمام جامع بيجاي ما بعرف وين يجي يجوز للناس الموالد ويجوز لهم الشرك بالله، يقول لك تمشي للشيخ ما فيها حاجة، تتمسح بالقبر ما فيها حاجة، تمشي البدع والضلالات ما فيها حاجة، تقول للشيخ اديني ولد ما فيها حاجة. والله هذا داعية ضلالة وداعية سوء، وهذا محارب لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ده ما بحاربنا نحن، لأن القرآن ما حقنا ولا السنة حقتنا، وأنا اللي بتكلم ليك وبتفاصح ليك ده لا عارف نفسي لا في جنة لا في نار، لكن الدين دين ربنا سبحانه وتعالى ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. فما تكذب على الناس تجي تقول للناس يجوز دعاء غير الله، ما بيجوز. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تدعو، دل الرسول صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام رسل علي بن أبي طالب ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لكن ده ما حقنا نحن، ده حق منه؟ ده حق الحاكم، عشان ما فزول يسمع كلامنا ده ويشيل الطورية ويجري على القبة، ده ما بجوز، ده حق الحكومة، الحكومة هي اللي بتعمل كده. نحن علينا نبين حكم الموضوع ده، فحكمه إنه ده وسيلة من وسائل الشرك المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أن يبنى على القبر ما تبني عليه في صحيح مسلم، أو أن يقعد عليه، أو أن يجصص يعني يزين ويبنى بالجص، عرفته؟ ده كله من المحرمات. الليلة تعال شوف القبب دي، القبب دي ما دام قاعدة أبشروا بالغلاء، والعيشة مش بتبقى بجنيه. والله تاني الحلة تشتري لها عيشة، يقول لك حلة ناس فلان ما شاء الله والله اشتروا لهم نص عيشة، ما ده الشرك كده. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. الله جاب لهم أكلوا الأراك وشيء من سدر قليل. أحسن أكل عندهم النبق، أحسن أكل عندهم النبقة دي، وما نبق كثير، شيء من سدر شنو؟ قليل. ربنا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فنحن لو دارين من ربنا سبحانه وتعالى الرضا ودارين من ربنا الغنى، يا أخي الأمور دي كلها ما عند الله، الأمور دي كلها عند الله. عشان تعرف أن الموضوع ده موضوع بركة، بس في عطالة سياسيين تلقى واحد شيوعي عنده قجة فهمت مديها فوق وقاطع نص يا أبو الزنان وأرى وانبسط، يقول لك الموضوع ده ومشروع الجزيرة وتعطل. أنت بليد ساي، أنت ما فاهم الموضوع، أنت ذاتك من السبب، لأنك بتقول الله ما في السبب. الناس ما رجعت لربنا سبحانه وتعالى. الآن شوف الموية نازلة والأرض قاعدة وغيرها من الأمور قاعدة، لكن بعد ده يقول لك يا أخي الواطة اللي كانت بتمرك 60 شوال بقت تمرك 3 شوالات، السبب شنو؟ السبب شنو؟
الشرك بالله. نعمل شنو؟ نخلي الشرك، نوحد ربنا، ربنا يجيب لنا الخيرات ويسر لنا الأمور ويرفع عننا الغلاء والبلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المؤمنين والمسلمين الغلاء والوباء وأن يفرج عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. جزاكم الله خير وبارك الله.